عشان اجيبها خلاص من غير ما تفكر. شوف احنا عملنا ايه قبلها، احنا ماشيين بالسيكونس. انت عملت ايه قبل الكريت بريك، كريت ورك بريك داون ستراكشر، عملت بروجكت سكوب ستيتمنت اللي هو ديفاين سكوب، كنا عملنا فيها بروجكت سكوب ستيتمنت يبقى هي هعتبرها انبوت ليها، وعملت ريكويرمنت دوكيومنتيشن كانت طالعه لك من كولكت ريكويرمنتس خلاص، وعندك الاورجنايزيشنال بروسيس ايه اسيتس، هم دول الشويه اللي انت عملتهم ايه تعدي دلوقتي خلاص، هتاخدهم تدخلهم عشان تعمل بيهم خلاص. ليه دول شكلوا لك اللي فاتوا، دول جابوا لك البروجكت اللي انت بتفصصه دلوقتي. قال لك التكنيك بتاعها دي كومبوزيشن، فصص الحكايه بقى. الاوت بوتس هتطلع لك ايه، دبليو بي اس، هتطلع لك دبليو بي اس ديكشنري، واحنا قلنا قبل كده السكوب، وهيطلع لك سكوب بيز لاين. مين يقدر يقول لي السكوب بيز لاين بيتكون من ايه؟ قلناها قبل كده في المحاضرات اللي فاتت. السكوب بيز لاين حد يكتب لنا بيتكون من ايه بسرعه بسرعه بس عشان ايه نلحق نكمل. ثلاثه تمام. لا ما هو السكوب زائد الابروف تشينجز، ما هي دي بقت في اللي دخلت في البروجكت سكوب ستيتمنت بعد ما اتعدلت. لا بيحتوي على الدبليو بي اس والدبليو بي اس ديكشنري والبروجكت سكوب ستيتمنت، بيحتوي الثلاثه دول. طيب خلاص الانبوتس اهوت، انت عشان تعمل ورك بريك داون ستراكشر الانبوتس بتاعها البروجكت سكوب ستيتمنت، واعتقد اتكلمنا عليها بالتفصيل كذا مره من ساعه ما بدانا خلاص، ان هي بتوضح لك الحاجات الديتيلز بتاعت الـ كل تفاصيل المقاسه وكل الاهداف المقاسه وكل الديليفرابلز والريكوايرمنتس للايه للبروجكت ده باختصار شديد، وممكن ترجعوا المحاضرات فاتت هتلاقونا اتكلمنا فيها بالتفصيل. والريكوايرمنت دوكيومنتيشن خلاص بناء على البرودكت سكوب، وبدات انت لما عملنا قبل كده جمعنا الريكوايرمنتس ايه وخرجنا من الكولكت ريكوايرمنت، خرجنا ريكوايرمنت دوكيومنتيشنز لو احنا فاكرين تمام. وبتدخلها كمان الاورجنايزيشنال بروسيس اسيتس اللي هي ايه البوليسيس والبروسيس والاورجنايزيشنال داتا ان ايه ان جنرال. واهم حاجه في دول بتدخلها ايه كمان لو احنا فاكرين الليسون ليرنت، اتعلمنا ايه من المشاريع اللي فاتت بندخلها واحنا بنعمل كرييت ورك بريك داون ستراكشر. مش قلنا في تمبلتس للورك بريك داون ستراكشرز هتجيبها من مشروع فات، مش هتبتدي تاني من جديد، فيبقى انت محتاج الاورجنايزيشنال بروسيس ايه اسيتس. لو فكرنا باللوجيك ده مش هتحفظ البروسيسز. لو فكرت باللوجيك ده لما يجي يسالك سؤال يقول لك البروجكت سكوب ستيتمنت في او يقول لك كرييت دبليو بي اس، هل يعتبر الاورجنايزيشنال بروسيس اسيتس من ضمن الانبوتس بتاعته ولا لا؟ من غير ما تحفظها لو فكرت هتقول اه. خلاص لما تفكر فيها بالراحه هتقول اه، بس لو وانت ماشي معانا مشيت بالسيكونس ده ما بتحفظهاش. تمام؟ طيب التولز والتكنيكس قلنا ديكومبوزيشن، هقسم المواضيع. خلاص؟ طيب الاوتبوتس هتطلع لك ورك بريك داون ستراكشر وعرفنا ايه هي، هتطلع لك ورك بريك داون ديكشنري. خلاص؟ هتطلع لك، لا مفيش تقسيمه، مفيش تقسيمه مرقمه في عقود الفيدك يا باشمهندس احمد مختار، جايز تكون انت بتتكلم على السي اس اي. طيب اذان في كايرو، احنا هنقف لحظه الصلاه، يعني لما تيجي الاقامه كده قبلها بدقيقه قول لنا عشان نقف. طيب هيطلع لك بقى السكوب بيز لاين، السكوب بيز لاين اللي هو ايه؟ الدبليو بي اس خرجت، الدبليو بي اس ديكشنري خرج، وقبل كده خرجنا البروجكت سكوب ستيتمنت، الثلاثه دول مع بعض يعملوا لك الايه؟ السكوب بيز لاين. طيب الكلام ده لما هيطلع هتعمل بروجكت دوكيمنتس ابديت، ليه؟ هعمل كده لان قال لك ممكن الدبليو بي اس والدبليو بي اس ديكشنري دول يكشفوا لك اديشنال ريكوايرمنت، يعني تشينجز او سليم، هتضطرك تعمل ايه؟ ابديت للدوكيمنتس بقى بتاعت المشروع، ترجع تاني للديفاين سكوب اللي انت كنت قفلته
وترجع تاني للكوليكت ريكوايرمنتس اللي انت كنت معتقد انهم كده خلاص قفلوا وخلصت منهم، ها هتروح بقى تبتدي تكوليكت ريكوايرمنتس تاني وتبتدي تديفاين سكوب تزود عليه حته تاني وترجع تاني للايه؟ للدبليو بي اس. متخيلين الحلقه ماشيه ازاي؟ احنا كده خلصنا الجزء بتاع الايه؟ هندخل بقى في محاضرة النهاردة. ده كان جزء فاضل لنا من محاضرة المرة اللي فاتت، كان المفروض ناخده المرة اللي فاتت يا جماعة. قلنا دايما بنفتكر الدايرة بتاعتنا بلان دو تشيك اكت، اللي هي الاساس في كل ادارة المشروعات. نمرة خمسة ثانية. لا يا باشمهندس محاضرة خمسة، لا معلش دي ما هي دي المحاضرة، كان مخطط ان دي تكون ليكتشر فور، خدت بالك؟ على اساس ان انا كنت متوقع ان احنا هنمتد فيها لاكتر من ساعتين يعني، بس ده ما حصلش يعني. اوكي طيب، هنتكلم بقى على التايم مانجمنت. بصوا التايم مانجمنت ان شاء الله هتلاقوه سهل جدا، لان كلكم اغلبكم عارفينه، وكلنا اغلب الناس شغاله في التايم مانجمنت. تمام؟ التايم مانجمنت مربوط بالسكيدولنج للبروجكت. اوكي؟ طيب انت خلاص بقى، انت خلصت عملت ورك بريك داون ستراكشر، قسمت مشروعك لاجزاء كومبوننتس، بقى عندك ديتيلز. النهارده بقى بس تقدر تبتدي تعمل له سكيدولينج، تبتدي تحول ال WBS والورك باكجز تحولهم الى اكتيفيتيز وتبتدي تتعامل ايه معاهم. خلاص، يبقى في التايم مانجمنت باخد الورك باكجز اللي طلعت لي من الكرييت ورك بريك داون ستراكشر، وابتدي اعمل ايه؟ ابتدي احدد اكتيفيتيز بقى. تمام؟ طيب التايم مانجمنت كتايم مانجمنت بروسيسز على بعضهم اللي احنا هنتناقش فيهم حالا، بيقول لك على الاقل هيظهروا في المشروع مره واحده، لكن انا بقول لك ان هم بيظهروا معاك مرات ومرارا وتكرارا طول ما انت ماشي في المشروع. تمام؟ هيظهروا معاك مرات عديدة البروسيسز على بعضه. طيب ايه هم بقى البروسيسز اللي انت هتستعملهم في التايم مانجمنت؟ خلاص، احنا اول حاجة هاخد الورك باكجز وانزل بيها اعمل لها تفصيص ليها عشان تتحول لاكتيفيتيز. بعد ما حولتهم لاكتيفيتيز، فبعمل مين قبل مين ومين بعد مين، وده يخلص قبل ده وده يستنى ده يومين وده مش الكلام اللي هنشوفه دلوقتي كعلاقات. يبقى اعمل سيكونس للاكتيفيتيز. طب انت عملت سيكونس بقى، خلاص عرفت ده هتعمل ده قبل مين وده بعد مين، عايز تعمله بقى كاكتيفيتيز، تقول لي اشوف بقى مين هيعمله. يبقى عايز تعمل ايه؟ تشوف الريسورسز بتاعته، تبقى تعمل استيميشن للاكتيفيتي ريسورسز. بعد ما انت عرفت الايه؟ الاكتيفيتي ريسورسز اهوت، تبتدي تعمل استيميشن للديوريشن، خلاص بناء على الريسورسز اللي انت عملتها. خلاص، بعد كده تبتدي تعمل ديفلوب للسكيدول لحد الحته دي. لغايه الحته دي ناخد خط، ناخد خط كده. ليه؟ لان لغايه اللحظه دي كده بلاننج اللي احنا شغالين فيه. خلاص، في البلاننج بروسيس الكنترول سكيدول بقى، تمام، مش داخل معاك في البلاننج بروسيس، داخل بعد كده في الايه؟ في الكنترول بروسيس، كنترول اند مونيتورنج. تمام؟ عشان بس ما نتلخبطش. خلاص،
دي عبارة عن فيجر بيوري لك ان انت عندك ديفاين الاكتيفيتيز، سيكونس الاكتيفيتيز، بعد كده استيميت الاكتيفيتي ريسورسز، بعد كده الايه الاستيميت الاكتيفيتي دوريشن، بعد كده ديفولب السكيدول، وبعدين الايه الجزء اللي هو في الكنترول اللي هو الكنترول سكيدول. تمام. وتلاحظوا ان هو عامل لك الرسمه الدايره مستمره برضو بنفس كونسبت البروجكت مانجمنت. هتروح تعمل السكيدول، تيجي تعمل له كنترول، تلاقي عندك اكتيفيتيز يا ظهرت لاكتيفيتيز هتضاف، تبتدي ترجع تاني ديفاين من جديد الاكتيفيتيز، وتبتدي تدخل في نفس الايه الحلقه، او تلاقي نفسك ال دبليو بي اس اللي انت كنت عاملها غير كافيه لمتابعه المشروع فهتعملها مور ديتيل. خلاص. في التايم مانجمنت هيقابلك ايه بقى؟ احنا كل ده في البلاننج، ما ننساش في البلاننج للتايم مانجمنت، احنا شغالين بلاننج هنخلصه كله كامل. تمام. هتلاقي السكيدول مانجمنت بلان اللي هتدخل جوه البروجكت مانجمنت بلان اللي اتكلمنا قبل كده ان هي جواها. خلاص. وان السكيدول مانجمنت بلان خلاص هتبقى جزء من البروجكت مانجمنت بلان. يبقى بطلع الايه السكيدول مانجمنت بلان اللي هي جزء من البروجكت مانجمنت ايه بلان. طب معلش يا باشمهندس احمد فاروق اتاكد من الصوت عندك بقى. طيب. وبالتالي لازم ابتديها وتبقى موجوده عندي قبل ما ابدا في التايم مانجمنت بروسيس. تمام. طيب يا باشمهندس احمد عندك حاجه على فكره في الصوت. خلاص. ليه بقى؟ لان دي اللي هتوصف لك انت هتمشي ازاي بقى في التايم مانجمنت، ايه التولز اللي هتستخدمها، البروسيسز بتاعتك ماشيه ازاي، السكيدول ازاي هيبقى ابروفد ولا مش ابروفد، مين اللي هيعمل لك الابروفال على القصه دي. تمام. التشنجز لما تحصل ازاي هتبتدي تتعامل معاها في السكيدول مانجمنت. اوكي. وزي ما قلنا ان الموضوع بيعتمد على مدى تعقيد الايه المشروع. خلاص. طيب اول حاجه بنعملها